دور الزوايا في خدمة الدين والوطن شعار الملتقى الوطني الثالث المنظم من طرف زاوية أحمد فرقومة ببلدية عين فقاه شمال الجلفة بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف. الساحة العليا للدين والوطن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن والاستقرار، وهو مستنبط بلا ريب من قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شيوخ زوايا من مختلف ولايات الوطن حضروا في الملتقى، وكانت دعوة المشاركين صريحة لحث المواطنين على الخروج بقوة يوم الاقتراع. جاء في مستهل شهر شعبان ويقع على بعد أسبوع أو أقل من أسبوع من التحقيقات التشريعية، ولذلك فكر إخواني مشكورين في أن يجمعوا بين خدمة الدين وخدمة الوطن. أقوى ما لاحظته في هذا الملتقى هو أنه استقطب الزوايا من جميع أرجاء الجزائر. لعبت الزوايا دورا مهما إبان الاستعمار الفرنسي وحتى بعده حسب ما أكده المشاركون. تشارك في كل القضايا الوطنية والتي تؤمن وتحرس الجزائر، تلعب دورها في تحقيق المصالحة الوطنية، فلقد لعبت الزوايا دورا كبيرا في المصالحة الوطنية ولم تشمل المجتمع الجزائري، فكانت الزاوية هي البيت الكبير الذي يأوي الهوية الوطنية والمجتمع والشعب الجزائري كاملا. زاوية الشيخ أحمد فرقومة من بين أنشط الزوايا في ولاية الجلفة، سبق لها وأن نظمت العديد من الملتقيات الوطنية الناجحة والتي تصب في الغالب للحث عن استقرار البلاد.